الكلمة أو هل لما أقول مشترك لفظي هي معناها المرادف؟ لا بالعكس بالعكس. يعني اللغة العربية ثرة بألفاظها وبمعانيها طبعا، ومن أجل هذا يعني هناك فرق شاسع ما بين المرادف اللفظي والمشترك اللفظي. فالمرادف اللفظي هي الإتيان بكلمة وهناك كلمات أخرى تعطي نفس المعنى. أما المشترك اللفظي فهذه الكلمة تعطي معاني مختلفة، فهي المقابل لها. المرادف هي المرادف كلمات، كلمات تشترك في معنى واحد. نعم، لها نفس المعنى. لها نفس المعنى، كلمات تشترك في معنى واحد. كلمات مختلفة لها معنى واحد. معنى واحد. أما المشترك اللفظي كلمة وتحمل في طياتها معاني الكثير من المعاني. ده فرق، يعني ده فرق كبير في المقابل. في المقابل. وطبعا هو يعني مبحثان عظيمان في اللغة العربية. عندما أقوم بإخراج كلمة من الجملة ووضع كلمة أخرى مكانها تعطي نفس المعنى، مرادف. ده إيه؟ مرادف. ده مرادف. نعم. أما المشترك اللفظي فهذه الكلمة في سياقات مختلفة تعطيني معاني مختلفة. نعم، إذا نحن نتحدث اليوم عن المشترك اللفظي. المشترك اللفظي ده موضوعنا اللي هنفتحه النهارده مع حضرتك إن شاء الله، ونأمل إنه نستكمله في القريب العاجل، لأنه موضوع مهم جدا. طبعا. طيب، المشترك اللفظي هل يأتي بين كلمات محدودة أم إنه في مشترك لفظي ممكن يكون موجود بأي عدد ممكن من الكلمات، أو في كل الجمل ممكن يكون في مشترك لفظي؟ هي اللغة العربية فضفاضة في هذا الأمر. وهذه الكلمة التي تأتيني بناء على هناك ترجمات، هناك اختلاط ما بين قبائل، هناك استخدام لهذه الكلمة في قبيلة وتستخدم هذه الكلمة أيضا في قبيلة أخرى بمعنى آخر، وبالتالي فحينما تختلط هاتين القبيلتين يعني تعطيني مدلولين مختلفين لهذه الكلمة. سمعت في مرة كلمة تزاوج اللغات، هل المصطلح ده موجود ولا ملوش أساس من الصقر؟ لا لا لغات بتتزاوج. لا 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 لا، هو لا بالفعل هو المقصد بها أن هذه اللغة لا تنتهي، وإنما هي تستقطب من اللغات الأخرى ما يأتيها من مفردات مختلفة. نعم. وهذه يعني لا تتميز بها كل اللغات، وإنما اللغة العربية على رأس اللغات التي يمكن أن تستقبل مفردات مختلفة تدخل تحت عباءة اللغة العربية. طيب، حقف مع حضرتك عند ما ذكرته حضرتك دلوقتي، وهو يعني على سبيل المثال كيف جاءت المشتركات اللفظية وفكرة تقابل القبائل المختلفة. نعم. لما قبائل مختلفة بتتقابل وكل قبيلة تتحدث بمفرداتها. نعم. هل تنصهر الكلمات المختلفة؟ وبناء على ايه في قبيله تاثر او يكون لها اليد العليا في انه الكلمه اللي بتقصدها للمعنى ده هي اللي ممكن تغلب الكلمه المرادفه ليها؟ انا هنا رجعت للترادف من القبيله الاخرى. لا، هي مش بمعنى تغلب الكلمه الاخرى للقبيله الاخرى بمعنى الترادف. لا لا لا، لا. ليس ترادفا، وانما هو استخدام هذه الكلمه لمدلول معين، ثم تاتي هذه القبيله وتستخدم هذه الكلمة لمدلول آخر، ثم الأولى تعتبر أصل والثانية فرع، لكن مع استخدام هذا الفرع كثيرا تنسى الأجيال المختلفة أن هذا فرع، وتعتبر أصلا من أصول الكلمة نفسها، فتعتبر معنى ومدلول يعتبر من أصول هذه الكلمة، وبالتالي فقبيلة واثنين واستخدام واستخدام واستخدام، كل هذه الاستخدامات المختلفة ولو كانت فروع للكلمة أو للمدلول، مع تعاقب الزمن نستطيع أن نجعلها أصل من أصول هذه الكلمة. فالكلمة تحمل في طياتها معاني مختلفة بناء على يعني الزمان والأحداث التي تأتي بعد ذلك، فتعتبر هذه الكلمة التي كانت فرعا من فروع المعنى أصبحت أصل من أصول مدلول هذه الكلمة.